اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن امير، قطاع الناشئين السنه دي بالنادي الاهلي بيمر بطفره كبيره. طفره السنه دي، يعني مدير فني اجنبي منذ سنوات طويله ما كانش فيه مدير فني اجنبي. السنه دي صحينا لقينا النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني اجنبي. هي دي اول مره يبقى فيه مدير فني اجنبي لقطاع الناشئين. قبل كده كان كروفر كان مسؤول عن البراعم وتطوير المواهب البراعم. لكن دلوقتي ان يجي لك مدير فني جديد بيخطط لقطاع كامل النادي الاهلي، دي اول مره تحصل بالشكل الحالي. فكره بروكرش جت من الاول طبعا لجنه التخطيط وكابتن خطيب وخالد بيبو وانا كنت معاهم، ان احنا كنا عايزين ازاي نجيب ازاي نخلق هويه لقطاع، ازاي نوحد سيستم لعب قطاع الناشئين، وازاي النهارده نجيب حد يكون مسؤول عن الكلام ده ويكون عنده خبره في تطبيق الكلام ده في بلده. وده بروكيتش كان من دون اسماء مرشحه، وده اللي هو كان بينفذه عنده في تشيك. كان مين الاسماء المرشحه غير بروكيتش؟ كان في اسماء تانية مش معروفه معظمها. كان مدارس، يعني رحتوا المدارس ايه ممكن؟ لا، كان في اللي كنا احنا كلمنا مع ثلاث اربع مدربين في الاخر، دول كانوا واحد منهم هيجي والاربعه كانوا موافقين، بس طبعا كل واحد كان عنده الحته الماليه ممكن تكون معطله الموضوع شويه معانا. فكان في واحد اسباني وواحد هولندي وبلجيكي وبروكيتش. فبروكيتش هو في الاخر اللي استقرنا عليه. الامور ماليا كانت منطقيه بالنسبه لنا شويه، وفي نفس الوقت برضه راجل خبراته كويسه جدا. لما اتكلم سي في قوي طبعا. لما اتكلمنا معاه، لا راجل هو تعيش طول عمره في الناشئين، يعني في سبارتا، سبارتا برا في تشيك، بعد كده اتحاد تشيكي، بتتكلم في 12 سنه خبره في المكان ده. فهو عارف حافظ فكره تطوير القطاع من السن اللي هو 7 8 سنين لغايه ال 20 سنه بشكل كبير جدا. الراجل لما جه اول ما اتكلمنا معاه في الاول، احنا كان عندنا هدف زي ما قلت لك ان احنا نوحد نبني هويه النادي الاهلي ونوحد طريقه لعب القطاع، كل سن بالاسلوب بتاعه. وازاي برضو ويحصل ازاي التواصل بين قطاع الناشئين وفريق الاول، مهم عشان النهارده ما انت بتعمل سياسه فريق الاول النهارده. ان احنا انا قلت كده من اسبوع تصريح ان احنا عارفين صفقاتنا كمان سنتين عامله ازاي. بالظبط، انا بشرح لك، انا بقول لك الفكره في ايه. ان احنا انت عارف البلان. انا بقول صفقات ان هو يجي شخص لعيب هجيبه. احنا بنتكلم المراكز اللي هتكون محتاجه تدعيم في خلال سنتين من دلوقتي. سنتين دول هيبقى حد من القطاع او حد من بره النادي الاهلي او حد من بره مصر، فدي بتكون ليها لازم يكون ترتيب من بدري. فالقطاع النهارده يكون التواصل، الراجل دوره من ادوار رئيسيه ازاي بيتواصل مع الفريق الاول، وازاي النهارده ان هو بيحضر لعيبه مناسبين في اماكن هيكون محتاجينها الفتره الجايه في الفريق الاول.